Ana Junan Ma Abdul Rahman. مسا على الناس المخر مسا. ادري اغلبكم مستغرب ليش قاعد اصور كذا. هذا دليل النفسية مره طابت، فاهم كيف؟ النفسيه مره تعبانه والنفسيه تحتاج الى سفر، عشان كذا حنرتب شنطتنا سوا وحنسافر الى اي مكان يغير النفسيه. شوفوا مع بعض، هذه شنطتي ما راح تتقفل. ليش؟ لاني لما كذا قاعد ارمي على الفاضي، فاهم؟ حنشوف مع بعض كيف ممكن احنا نضغطها بحيث انها تحتوي على اكبر قدر ممكن من من الاشياء اللي ما لها داعي. زي ما شفت بكل بساطة، هاي طريقة تطبيق الثياب. قبل كل شيء وقبل ما تحط اي شيء في الشنطة، في حاجة بتواجهنا احنا كفلوجرز ومصورين، الترايبود. يا جماعة الخير دائما يكون كبير وثقيل ومرة ما نطيق نشيله في اي تنقلات واي ترحال واي شيء، مرة شايف قاعد المرار. انا جبت الاختراع هذا. شركة مانفروت نزلت ترايبود خطير محمول. شوفوا قديش هو كيوت، ويمتد ويطلع الى 3 أمتار فوق. يب، فهذا اول شيء تحطه في الشنطة. شوف هذا القفازات رهيبة، فيها أصابع مظاهرة عشان تفك الجوال وتلعب جيتار وكل شيء. بعدين يا أخي بريد تبغى تغطيها، فبكل بساطة تاتاراو. Another victim is going to die. ولا ننسى أبدا الآن أعزائي المشاهدين، يمكن إغلاق الشنطة وبكل سهولة، يعني بشبه سهولة. الآن نيجي للباك باكرز باك، واللي هي الأهم طبعا، واللي دائما حتشيلها وحتتعب لو ما رتبتها مظبوط، وحتشيلها على ظهرك على طول. فلازم تهتم وتنقي بعناية إيش اللي تشيل فيها وإيش اللي ما تشيل، أغراض البلوجر كلها. فنرتب مع بعض. نيجي اللابتوب هنا، ماك بوك زي اي ماك بوك، مره حساس. شوف هي من شفتك اللي حتسافر فيها، لف اللابتوب فيها. الكاميرا وهي اهم حاجه في الرحله، اذا ما في كاميرا ما نروح الرحله. احنا نروح اصلا عشان نصور، ولو ما في تصوير ليش نروح اساسا؟ الكاميرا هذه العدسه تحطها في شنطه منفصله، شنطه هذه الشنطة مرة عملية. تيجي الغطاء العلوي هنا، شاحن سفري، شاحن اللابتوب، جوالات تمنع. في حاجة يمكن أغلبكم ما يعرفها، في كل الرحلات بشكل عام سهل جدا إنك تنقطع من النت وتنقطع من كل شيء، وتفضى بطاريات حق الكاميرات حقك والجوال، تنقطع على التكنولوجي بشكل عام. فأكثر شيء حيونسك في هذه القطعة كتاب. فأشكر الكاتب أحمد حسن مشرف على الكتاب الرائع هذا. سامحني يعني أنا أخذته منك من فترة بس ما فضيت أقراه، بس أتوقع إنه في الرحلة حنقطع فهقراه. وهذا باختصار شديد شنطة الفلوجر، ما بقول مثالية، الشبه مثالية. ما حد ما الكامل كمان لله يعني. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب. شوفوا الفيديوهات السابقة وخمنوا تحت أنا فين رايح، ونلقاكم